وإذا كان لنا أيها المواطنون أن نزهو ونفخر بالإرث العظيم الذي تلقيناه عن الأسلاف، فإن ذلك يجب ألا يكون الغاية التي نقف عندها. ومن هنا كان لزاماً أن نبني كما بنوا وأفضل مما بنوا، مستلهمين من عطائهم الإنساني العظيم، دافعاً إلى البناء والتعمير، وحافزاً إلى مزيد من الرقي والتطوير. At the behest of His Majesty Sultan Qaboos bin Saeed, the state-owned Oman Refinery Company was established in 1982 to meet the rising domestic demand for fuel, and hence Oman entered into a new phase of its socio-economic development. Established as a limited liability company, ORC started out with an initial refining capacity of 50,000 barrels per day, converting Oman's crude oil into high-quality products. With consistent economic growth and the ever-increasing need for petroleum products in the Sultanate, new challenges emerged. In order to face the challenge, ORC expanded its capacity to 85,000 barrels per day through modifications to the existing plant in 1987 and 2001. As such, it has remarkably contributed to the economic and overall development of the Sultanate. سيظل هذا التاريخ محفورا في الذاكرة العمانية، حيث بدأت الانطلاقة الفعلية لعمليات تكرير النفط والخام في السلطنة بعد افتتاح مصفاة ميناء الفحل. تلاها تأسست شركة النفط العمانية لتلعب دورا محوريا في تعزيز الاستثمار. تلتها شركة الغاز العمانية العصب المغذي لعمان بالطاقة. وفي عام 2004 بدأت عمليات مصفاة صحار وزيادة الطاقة التكريرية للسلطنة. كما تم في 2006 الانتهاء من خط الأنابيب بطول 266 كيلومتر، والذي يربط بين ميناء الفحل وصحار. وفي العام ذاته تأسست الشركة العمانية العالمية للمتاجرة لتصبح متاجرة للنفط الخام والمنتجات البترولية. ثم اندمجت شركتي مصفاة عمان ومصفاة صحار، وتأسست شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج لرفض جهود عمليات الاستكشاف والإنتاج في السلطنة وخارجها. ثم دشن برنامج التكامل أبل لدمج الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات وشركة عمان للبوليبروبيلين والعمانية للعطريات البتروكيميائية المحدودة. كما بدأت في العام ذاته البدء في العمليات التشغيلية لمشروع صلالة للميثانول. كما تم تدشين الهوية التجارية أوربك ككيان اقتصادي جديد في قطاع المصافي والبتروكيماويات، فتحتفل مصفاة الدقم بوضع حجر أساس المشروع والانتهاء من مشروع تحسين الأداء البيئي لمصفاة صحار.